بس انا عايز اسالك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلي، ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب قبض الروح يا بدران مش حاجه سهله، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق لو عاجبك خليه محطلك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده كفاره يا فندينا. حابب تتعرف اعرفك، براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وانا بقى حالف باخده من هنا غير وانا مسلم روحك للي خدتها يا افندينا. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تطورنا يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب نتعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم، اول خميس ملوش جمعه. لا تحب تسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس، ورحمه الغريب لا هقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المده بيرمرم كده يالا ليه؟ والمده بتاع عيال المد عنده مزاج وبينقي الجته اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك؟ وهاخده يا فندينا، هاخده منك يا فندينا وهقتلك. اثبت ما تثبت يا اثبت يا افتح بقك يا ابوك ياد عارف انك هنا، ما ظنيش انه بالخباوه دي ولا يا زوز. ما ظنيش الله، يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك المعلم النوح، معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس، وابوك هيقرا العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك. لا ها اثبت اثبت يا